أنا دبلوماسي حالي وإعلامي سابق، وأعتز بانتمائي لهذه الأسرة الإعلامية الفلسطينية العربية. جريمة اغتيال الزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، بل هي من مؤسسي قناة الجزيرة في فلسطين ومن الطلائع الذين قاموا بالعمل في مكتب الجزيرة وقناة الجزيرة في فلسطين. هي خبر كان فاجعة، هي جريمة بشعة يندى لها جبين الإنسانية خجلا، تمت أمام كاميرات التلفزة بشكل مباشر أمام العالم. هذه الجريمة هي جريمة بشعة نكراء، نحن ندينها ونستنكرها، وأعتقد أن وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين والحكومة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية لسوف تضع ملفا حول هذه الجريمة أمام محكمة الجنايات الدولية، بالإضافة إلى الملفات السابقة المتعلقة بجرائم الاحتلال سواء فيما يتعلق بالاستيطان أو الحرب على غزة أو الأسرى وغيره من الجرائم التي ترتكبها إسرائيل لجلب المسؤولين الإسرائيليين ومحاكمتهم أمام محكمة الجنايات الدولية.